تيجي رائحة شكلها جديدة. البقلاوية غير مكملة، بتيجي على شكل شوية تلفوني مشان الله ضلك شطرين. بتيجي لحبة البقلاوية، في طلع لي بالنص زي سهم طالع، وبالنص من ورا زي سهم كمان طالع. سهلة جدا، غير سامي بتاتا. طبعا قبل شوي هاي عضت شاب ابو جمال في ابعث لك الأردن. الصوره. صرت الحقيقه احنا من الفور ما في يعني تقريبا ثلث ساعه ربع ساعه، يعني كنا انا والشاب بنتمشى في مشوار صغير هون، فجاه بقول لي في اشي قاعد بيتحرك. بحكي له شو يا ابن الحلال، بقول لي في اشي بيتحرك هون بين الصخر، قرصته برجله واخذوه على المستشفى. ابعث لك الصوره، اخذناها احنا قتلناها واخذناها على البيت، صورناها بالبيت. الحلوة الحية موجودة. السلام عليكم اخوي جمال، انا عطيه من الاردن، ضروري احكي معاي يا اخوي الله يرضى عليك. صار عندنا حاله قبل شوي، ما في 10 دقائق ربع ساعه اخذ الشاب على المستشفى، بس بدي افرجيك صوره الحيه. احنا من الغور. المهم تم حل القضية على السريع وانتهى الوضع. سلامات. ألو، هيك الصوت واضح؟ شو؟ احكي مع احمد. أعطيني أحمد. مرحبا أحمد، أهلين يا جمال، كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليش خايف؟ سمعت إنك خايف. والله قرصتني ومش مطمن. لا تخافش، الحية مش سامة، ليش تخاف؟ فيش فيها أي شيء. هاي هذا مش سامة، الحية مش سامة أحمد. فكرتها سامة. عادي، اشي طبيعي تفكرها سامة وتخاف، بس الحية مش سامة ولا بتعمل اي اشي. من ما فيش فيها سام بتاتا احمد. احمد فيش فيها سام بتاتا، شد حالك وكون روح. تخافش انت من الخوف هيك تعبان حاسس اشي؟ اعطوك دواء اشي؟ اخذت دواء اشي ولا؟ ممتاز ممتاز، ولا بلزمك اشي؟ ما استفرغت، بس رزق تخدرت وبس تحسنت على الاول. كيف استفرغت؟ احكي لك، رجلي بس تخدرت ما استفرغت. لا ما بتستفرغ، ما هي الحيه مش سامه. عضتك قويه؟ عضتك قويه قويه عضتك؟ لا خفيفه. محل ما عضتك في زي هيك اسنان صح؟ زي شحطات هيك. حمار. جرحتك؟ جرحتك؟ لا ما جرحت، بس حمار. اصور لك اياها الحية معي صورتها. بدك تصورها صورها، بس ما بلزم، مش مكروس انت يا احمد. يا احمد مش مكروس. احمد انت بأي مستشفى بالاردن؟ بأي مستشفى بالاردن؟ على راسي والله، انت واهل الاردن على راسي. خلص اتوكل على الله، شد حيلك. انا حكى معي الدكتور كل شيء تمام والحيه مش سامه. ان شاء الله. هات شو اسمه؟ لا هو بس خايف، فيش شيء. هو خايف يعني. ان شاء الله الله يطمنك يا جمال، وانت والله الله يكثر من امثالك. يعني انت والله راعي اخونا وحبيبنا والله. والله كان خايف يعني، حتى الوالد يعني طمنت امه وطمنت اخوانه يعني وطمنت الشباب، بس هو كان متوتر يعني على خماله الحي وعلى طول الحي، كان خايف. وعرفت كيف؟ اشي طبيعي يخاف يعني. مش هو يعني. طمن طمن ابوه واهله وامه انه الحيه مش سامه ولا اشي. لا لا في شيء. وضعه منيح يعني، حتى ما يعني هو لو انه استفرغ يا جمال، هو لو انه استفرغ يعني بيكون في خوف. لا طلع علي، احيانا الخوف بسبب للواحد شغلات يعني غريبه، بس هو ما يعني كيف بدي اقول لك،
بتصير عنده هيك ضربات قلب، بتصير تجي افكار غريبه انه انا انسميت، ممكن اموت ممكن اعيش. بتعرف كيف هاي؟ يعني مش بايد الواحد، يعني بتصير مع اي واحد. يعني انا ذات نفسي مره اوقعت اجى اصبعي بتمحي سامه، ما كنتش مسموم، بس صارت تجيني اوهام وافكار اني انا. بتعرف كيف الواحد بخاف؟ اشي طبيعي، يعني شغلات اعصاب. صح والله انك تحكي مظبوط. اما ولا اشي تمام، هذه الحية يعني باعتبار لعبة، باعتبار لعبة مش حية. الله يبشرك، الله يبشرك بالخير. والله انه وضع الواحد خاف، يعني وضعها يعني بعدين هاي الحية شوف، هاي الحية لسه بوصل طولها لحد مترين، تكبر لحد مترين. مين؟ لا هاتوا عادي بنحكي ولو يا زلمة. السلام عليكم اخي. سلامات، تحياتي دكتور. الو سامعني؟ تفضل تفضل يا دكتور، كان الصوت يشوش. مسألة خوف، اشي طبيعي. هاي حي غير سامة، غير سامة بتاتا. كل احترامي لك يا دكتور. فيش هاي غلبة، هاي رقمي عندكم، شو بدكم اي حي انا جاهز. شرفنا دكتور، انت من اي منطقة من الاردن؟ من وين؟ الزرقاء. على راسي انت واهل الزرقاء، تشرفنا دكتور. الله يحييك يا رب، الله يسعدك، الله يخليك. شو بدكم انا جاهز؟ والله مبسوط، يعني الشاب يعني هي بيضحك ما هو عشان بتطمن اشي اكيد. اكيد اي واحد يعني بتعضه، اي واحد بتعضه حي بيجي بحالة توتر وخوف ورعب، بصير يفكر انه مسموم انه بده يموت. اكيد طبعا. بتصير تجي بتصير تجي افكار غريبة مش بايده يعني. اكيد طبعا توتر وتعرف. تشرفنا دكتور. الله يديك. تسلم تسلم. هات احمد. ليش احمد بدك اجيك على الاردن يعني عشان اطمنك وتصدق؟ لا خلص الطمانة. طيب ماشي، هيك صرت تضحك. لو تشرفنا تعال ان شاء الله. والله انا امنيتي اجي ان شاء الله، نتشرف والله على الاردن، على راسنا الأردن. يلا سلامات. أي شيء بدكم رنوا علي. مع السلامة. سلام. أي شيء بدك رن علي. سلام. الله يرضى عليك ويسعدك. سلامات. شكرا شكرا لك. العفو.